في أوقات كتير الواحد بيبقى حاسس كأنه تايه أو مش عارف هو رايح فين ولا جاي منين. دي الأوقات اللي الواحد لازم يقعد فيها مع نفسه ويراجع نفسه. أنا فاكر إني خدت قرارات كتيرة في حياتي، ساعات كنت أنا اللي بختار وساعات تانية كان بيتهيألي إني ما عنديش اختيار تاني، بس في الآخر كانت كلها اختياراتي. الاختيارات دي هي اللي فتحت عيني على حاجات كتير أوي في حياتي، هي اللي خلتني أفهم الدنيا بجد. في يوم من الأيام كنت عايش حياة كانت ناس كتير بتحسدني عليها. كنت متجوز، البنت الوحيدة اللي حبيتها في حياتي، كان مجرد وجودها بيخلي حياتي معنى، كان بيخلي كل حاجة في الدنيا حلوة، وكان عندي ولد كان كل ما بيضحك بحس إن الدنيا كلها بتضحك لي. كانوا هما كل حاجة في حياتي، وفي لحظة كل حاجة اتغيرت. في لحظة راحت مني، ماتت. سابتني أنا وطفل صغير في الدنيا لوحدنا. كنت كل ما أبص له بفتكرها، وكل ما كان الوقت بيعدي كنت ببعد عنه غصب عني. وكبر وسابني هو كمان، سابني من كتر ما بقاش فيا أمل. وبصراحة أنا عمري ما لومته، بس لو يعرف أنا كنت بحبه قد إيه. شافني وأنا بحاول أهرب من الوجع اللي أنا فيه، شافني وأنا بقرر أسيب الدنيا كلها. كان فاكرني بسيبه، هو كانش فاهم إن الوجع أقوى مني. وحتى لما حاولت أسيب الدنيا فشلت، بقيت زي الميت. اللي اكتشفته إني مش لوحدي، اللي فقدت الأمل في الحياة. معظم الناس كانت فقدة الأمل، حتى اللي ما كانش بيحاول ينتحر. كفاية إنك كنت تبص في وشه عشان تعرف إنه أصلاً مش عايش. ما بقاش في حد حاسس بنعمة الحياة اللي هو عايشها، بقوا يهربوا من نفسهم، مش قادرين حتى يواجهوا نفسهم، بيدوروا على الراحة في أي مكان حتى لو كان مكان غلط. بقينا من كتر ما إحنا خايفين حتى الأحلام ساعات بنخاف نحلمها. بنخاف نحلم ونصحى نلاقي إننا مش قادرين نحقق أحلامنا. بنخاف تبقى مجرد أحلام. بننسى، وبننسى إن أبسط حلم ممكن يغير حياتنا كلها. إحنا بنلف في دايرة، دايرة والدايرة مفرغة. بقينا بندور على أي حاجة نتمسك بيها وإحنا مش عارفين هي إيه. يعني وقتنا كله ضايع على أي حاجة ممكن تحسسنا بقيمتنا وقيمة الحياة اللي إحنا عايشينها. وبننسى نبص حوالينا ونشوف قد إيه إحنا فعلا لينا قيمة، بس إحنا اللي مش واخدين بالنا. نرجع نسأل نفسنا، الوقت ده كله ضاع في إيه؟ بنبقى عميش، حتى إحساسنا بيبقى أعمى. ساعات كتير بنضطر إننا ننسى حاجات معينة بتحصل لنا في حياتنا عشان نعرف نعيش حياتنا طبيعي، عشان نكمل الطريق. وساعات من كتر ما بنركز إننا ننسى الحاجات دي بننسى نفسنا. الناس بقت دايما مخنوقة، بقى صعب قوي إنك تنزل الشارع تلاقي حد فرحان أو حتى بيضحك. الحياة بقت مليانة مشاكل والناس ما بقتش عارفة تعمل إيه. في اللحظة دي بس كان لازم أفتح عينيا، في اللحظة دي كان لازم أبص حواليا وأركز. وساعتها بس اكتشفت قد ايه الدنيا حلوة لو أمننا بس إن في أمل. لما بنفتح عينينا ونبص لقدام مش تحت رجلينا، ساعتها بس استريحت وضحكت. لأن فهمت إن القطر عمره ما بيعدي على إن الواحد يلحق نفسه. بعد ما كنت تايه لقيت سبب يخلينا اتمسك بالحياة. فهمت إني لازم أصالح نفسي قبل مصالح الدنيا. فهمت إني كنت غلط
فهمت بجد إن الدنيا حلوة. بس إحنا نبص حوالينا فهمت إن الأمل دايما موجود، وإن دايما في حاجة حلوة في حياتنا نتمسك بيها. فهمت إن مهما حصل دايما في بكرة، وإن الواحد عمره ما بيعرف بكرة مكتوب له إيه.